ايه الحل؟ كل ما يبقى عندك مشكله في البلد روح عسكر اي حاجه، عسكرني شكرا لو سمحت، علشان البلد كانها مش ناقصه عسكر. السيسي بيجتمع مع وزير التربيه والتعليم ومدير الاكاديميه العسكريه لدعم قدرات ومهارات المعلمين. تفهم ايه؟ ان السيسي اللي عارف انه قاعد قدام وزير تربيه وتعليم مشكوك في شهاده الثانويه بتاعته، مش هقول لك مشكوك في شهاده الماجستير والدكتوراه، لان دول تقريبا خلاص الناس عارفه ان هم منتهيين، ما عندوش ماجستير ولا دكتوراه، جايبهم اونلاين من اي موقع كده. قاعد معاه بقى فعلشان يعرف يسيطر على وزاره التربيه والتعليم، وهو اللي يديها، يجيب ضباط يدوروها، يجيب واحد عويل ضعيف عشان تقعد قدام العسكري وانت ساكت وانت حاطط وشك في الارض. يقول لك احنا عايزين ندربهم على كذا. تقول له تمام يا فندم. عرفت ليه جايبين واحد مش شهاداته، يعني شهاداته مزوره، شهاداته مشمومه؟ عشان يبقى قاعد عينه مكسوره قدام سياده الضابط. عموما العسكره ضربت كل حاجه في البلد حتى التعليم، وده مش رايي لوحدي، ده كمان كلام الاستاذ عصام لالا اللي بيقول لك الصوره دي ليها معاني كتير، وهي للرئيس مع وزير التعليم الجديد دكتوراه اونلاين ومدير الاكاديميه العسكريه لبحث تطوير المعلم. بالمناسبه اين نائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه من حضور مثل هذا الاجتماع؟ ولا الموضوع فقط لالحاق المعلمين المدنيين بالاكاديميه العسكريه على غرار ما حدث مع سائقي القطارات؟ والله يا استاذ عصام انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه. الصورة دي كلها وكأنها ده وكأنه وزير تربية وتعليم، احنا عارفين اللي فيها، يعني في ناس قالت لك ما عندوش ثانوية عامة أصلا، وده وكأنه ضابط، وكأنه يعني بيمثل أكاديمية عسكرية كبيرة للتطوير والتعليم والكلام ده كله، وهو في الأول وفي الآخر تمام يا فندم هذا ما يجيده، وده وكأنه لا مؤاخذة رئيس وانتوا عارفين اللي فيها، خيبت الأمل ركب الجمل، مش ياخد الريح من البلاط. ده السيسي يا جماعة. انت السيسي يعني هيجيب طه حسين يعمله وزير تعليم؟ ولا هيجيب واحد زي مثلا اللي هو سيادة المشير الجمسي هيخليه على رأس أكاديمية؟ لا، هيجيب دول ناس على قده، ناس في الحتة بتاعته، يقول لهم نفذوا عشان أنا مصر قالت لي بالليل لا مؤاخذه اعمل كذا، فيقولوا له اه تمام يا فندم، ده انت مصر بتكلمك وربنا بيوحي لك، ده انت حاجه عظمه وفل قوي، وينفذوا من غير ما يتكلموا.